ولو لأول مرة تشرفوني ما تنسوش ان انتوا سبسكرايب وتضغطوا على جرس التفعيل علشان دايما توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أنا خليفة ريل استيت ايجنت يعني مسوق عقاري مع شركة كودو بانكر ومرخصة في كاليفورنيا. الحقيقة الحلقة دي مختلفة شوية عن باقي الحلقات اللي أنا الفيديوهات اللي أنا سجلتها بس سجلت حاجة شبيهة ليها بالإنجلش تحت بعنوان ريل استيت ماركت ابديت بتاعت فبراير ودي كانت اخر حاجه انا سجلتها لكن اللي شاف الحلقه دي او الفيديو ده بالانجليش آه بنصح ان هو يشوفه بالعربي لحد الاخر لاني هغطي حاجات تانية ما غطيتهاش خالص في الفيلم بالانجلش الحقيقه انا ما كنتش ناويه اسجل الفيديو ده آه بالعربي آه لكن في سببين خلوني اسجلهم الحاجه الاولانيه ان نما الى علمي ان بعض القنوات على يوتيوب بتشجع بعض الناس على انها بتعمل بروموشن يعني على استثمار في بلاد مختلفه وده طبعا ما فيهوش مشكله ممكن تستثمر في اي بلد انت عايزها طالما عندك الاحصائيات والارقام الكافيه اللي تخليك تاخد قرار سليم في حاجه زي كده فدي اول حاجه يعني لما حد يسالني على كاليفورنيا انا عارفه احصائيات كاليفورنيا عارفه ارقام معينه عارفه حاجات حاجات معينه ممكن ان انا اشارك بيها ف... فبالتالي يبقى عندك يعني زي ما بيقولوا الامريكان information is power او knowledge is power يعني المعرفه او العلم قوه فبالتالي دي حاجه كويسه ان انت تبقى عارف معلومات خلفيه تساعدك على اتخاذ القرار الحاجة الثانية إن سجلت فيديو عن ثلاث أنواع مختلفة للبيوت في أمريكا وأفضل نوع للاستثمار. أم... النهارده بقى انا ما قلتلكوش ارقام ساعتها بس النهارده بقى هوريكم ارقام غريبه جدا آه خليكم معايا علشان ده هيساعدكم في اتخاذ كمان القرار في نوع البيت اللي تستثمروا فيه آه الحلقه دي هتكون طويله شويه فعايزاكم كده تبقوا جاهزين معايا ان شاء الله تستمتعوا بيها طب يلا بينا نبدا آه اول حاجه ناس سالوني على الموقع ده لما سجلت الحلقه بالانجليش في ناس سالوني على الموقع اللي انا شغاله عليه ده زي ما دايما بقول احنا مرخصين يا جماعة يعني انا تابعة لنقابة معينة فعندنا حاجات مش موجودة في اي حتة تانية بس موجودة عندنا احنا بس فبالتالي الحاجات دي تابعة النقابة بس احنا دافعين طبعا عليها بندفع مبالغ عليها كتيرة بس بتساعد كتير الكلاينتس بتوعنا على ان احنا نوريهم يعني معلومات كتيرة اشاركهم فيها فدي حاجة مش هتلاقوها في حتة تانية بالنسبه للناس اللي سالت على المواقع أه البرنامج ده بيوريني اي حاجه انا عايزه اشوفها من ناحيه البروبرتي تايب من ناحيه البيت ده اذا كان أتاتش او تاتش من ناحيه الترانزاكشن تايب من ناحيه عدد الغرف أه عدد الحمامات أه البرايس رينج يعني سعر البيت لو عايزه مثلا اقارن اشوف سعر البيوت مثلا هل بالسعر ده اتباعت اكثر ولا بالسعر ده آه في كمان مساحه البيت في المساحه الكليه دي المساحه الداخليه دي المساحه الكليه كمان اذا كان في حمام سباحه ولا لا ونوع السيل نفسه فدي كل المعلومات اللي موجوده آه على البروجرام ده انا هسيب كل حاجه زي ما هي دلوقتي عشان اديكم فكره عامه على جنوب كاليفورنيا بكل حاجه موجوده فيها مش هخصص اي حاجه دلوقتي اوكي فخليني دلوقتي اهم حاجه عندي ان انا احدد الاربع انواع من الكاونتيز اللي انا هشتغل عليها زي ما قلت لكم جنوب كاليفورنيا فيها اربع محافظات او مقاطعات أس يعني اساسيه اولهم طبعا لوس انجلوس كاونتي تاني واحده اللي هي اورنج كاونتي تالت واحده اللي هي سان برناردينو آه. سنرجيل كاونتي اهي واخر واحدة اللي هي ايه ريفر سايد ريب ريب طيب دول كده الاربع محافظات الاساسية اللي عندنا انا دلوقتي ببص على ايه ببص على السنة الاخيرة بصوا هنا مكتوب one year اللي هي السنة الاخيرة وببص على ايه على السيل برايس يعني سعر البيوت في السنة الاخيرة هل زاد ولا قل عن السنة اللي فاتت ده من يناير 2020 هنا اهو من يناير 2020 لحد يناير 2021 انا عايزاكم تبصوا على البرسينتج خلينا نبص على النسب هنا اهو بالنسبه لسان براندينو كاونتي ارتفعت بنسبه 14% 14.3 آه، ريفرسايد 20% لوس انجلوس كاونتي بنسبه 13% اورانج كاونتي بنسبه حوالي 7% 6.9 آه، اوكي يبقى دلوقتي احنا عارفين معلومه مهمه جدا ان الريفرسايد كاونتي من اكتر الكاونتيز اللي البيوت سعرها ارتفع فيها جدا في السنه الاخيره بس alright دلوقتي لو عايزين نبص على المعلومات دي ناخدها في العشر سنين البرنامج ده ما بيجينيش ما اكتر من 10 سنين فممكن ارجع بس ل 10 سنين فالسؤال بقى هنا يعني دايما لما الناس تقول انا دلوقتي مستنيه لحد ما البيوت اسعارها تنزل طيب انتوا شايفين ايه شايفين البيوت اسعارها بتنزل ولا ولا بتطلع؟ آه لو مسكنا من اول 2008 طبعا خليني بس ادي باك آه جراوند شويه على اللي حصل في 2008 اللي مش عايش في امريكا ومش عارف المعلومات دي 2008 حصل فيها بدايه آه كساد عقاري في امريكا حصل كبير جدا لحد تقريبا بدانا نتعافى شويه زي ما انتم شايفين هنا على ايه؟ على آه صيف 2009. هقول لكم الاسباب. السبب في ده ان جاء في سنة 1999 الحكومة الامريكية عملت لونز يعني قروض حكومية القروض الحكومية دي باسم يعني اسميها فاني مي وفريدي ماك الفاني مي وفريدي ماك دول مخصصين للناس اللي هم يعني امكانياتهم المادية شوية محدودة بس عايزين يشتروا بيوت ف سمحوا لهم باخذ القروض دي بس ما حطوش في عين الاعتبار اللي هيحصل بعد 10 سنين وفعلا بعد اقل من عشر سنين حصل تعثر في السداد شديد جدا عند الناس دي وحصل حاجه اسمها فوركلوجرز فلما بيحصل فوركلوجرز معناها ان صاحب البيت مش قادر يدفع المورجج بتاعه اللي فبالتالي البنك بيحجز عليه مش شرط البنك ولكن لندر انا قبل كده قلت اللندر معناها ممول والبنوك نوع من انواع الممولين ممكن بعد كده بسجل حلقه تانية على انواع اللاندرز فده اللي حصل فبالتالي حصل بيوت كتيره جدا جدا رجعت تاني لللاندرز طيب النهارده الوضع ايه؟ هل, هل القروض دي اللونز دي موجوده ولا لسه طبعا موجوده وموجوده الناس كتيره جدا بتستخدمها ولكن حصل علي عليها زي ما تقولوا روابط او احكام او يعني بقى فيها سكروتنايزيشن جامد جدا على الباير لما يجي حد يشتري بيت وعايز داخل تحت القروض دي واخد يعني موافقه من البنك بالقرض ده بيحصل عليه روابط معينه بتاكد ان الشخص ده يقدر ان هو يستمر في الدفع يعني الموجج او اللي هو القسط الشهري فده اللي حصل في 2008 وطبعا حصل كساد جامد جدا في البورصه ايميها البورصه ضربت وناس خسرت فلوس كتيره جدا في البورصه بعد كده في 2009 انا بس بشرح ليه الجراف نزل هنا ونزل يعني هو نزل سنه وبعدين فضل بعد كده تقريبا بنقول يعني بشي وعشي يعني ايه نص نص كده لمده سنتين تلاته كمان وبعدين نبص بقى من اول هنا خلاص من اول صيف 2012 وبعد كده وهو ايه في الطالع مش متوقع له ان هو ينزل الحقيقه مش متوقع اطلاقا ان هو ينزل فبالنسبه للناس اللي بتسالني بتقول طيب هو ليه في 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 الوباء العالمي اللي احنا فيه ده وفي الكوفيد 19 الاسعار ما نزلتش؟ أسعار ما نزلتش لان ما عندناش مشكله في الـ في الفاينانشال انستتيوشنز المؤسسات الماليه او اللاندرز الممولين اللي في البلد ما عندناش مشكله دلوقتي في كده 2008 اه حصل مشكله كبيره جدا وحصل مشكله يعني حصل كساد عقاري واقتصادي كبير في امريكا بسبب المعاملات الماديه بسبب القروض اللي الحكومه فاعطيتها على الناس كلها وكل الناس اخدوها. تعافوا من ده وبعدين ادركوا خطاهم وبدا يحصل توضيبات لموضوع القروض طبعا هي كانت فكره كويسه جدا ناس كثيره قدرت انها تشتري بيوت ولكن للاسف في ناس اشتروا بيوت قبل اللي حصل ده وبعدين بعد كده سعر البيت نزل فخسروا في البيت جامد وما قدروش ان هم يسددوا فبالتالي رجع البنك ففي ناس خسرت بيوتها في الفتره دي وطبعا الناس زي ما قلت خسرت في الـ في الستوكس في اللي هي البورصه. مش متوقع ده خالص يحصل والكوفيد ما اثرش على اسعار البيوت بالعكس اسعار البيوت ارتفعت وبشكل خرافي بصراحه يعني زي ما انتم شايفين اوكي فده بس كده زي ما تقولوا ايه يعني باك جراوند عن اسعار البيوت طيب الحاجه الثانيه اللي عايزه اتكلم عليها عايزه اتكلم على خلينا نرجع الاول لسنه هنا هرجع لسنه وبعدين هوريكم الدايزون ماركت ديزن ماركت يعني عدد الايام اللي البيت بيبقى موجود فيها في السوق وبيتباع اوكي فلو جينا نشوف سان برناردينو كاونتي محافظه سان براندينو نزلت بحوالي 70% معناها ان عدد الايام من السنه اللي فاتت للسنه دي نزل ب 70% فاهمين قد ايه يعني ده كتير جدا دلوقتي البيوت بتتباع في 11 يوم يعني تعالوا نشوف كده من سنه من سنه سان براندينو كانت بتتباع في خمسة 35 يوم شايفين هنا اول رقم 35 يوم كانت بتاخد لبيع بيت واحد ده طبعا افريج ارقام دي افريج النهارده سان برنارديو بتاخدها في 11 يوم ريفر بتتباع النهارده في 16 يوم من سنه كانت في 36 في 39 يوم لوس انجلوس كانت بتتباع في 13 يوم من سنه كانت بتتباع في 26 يوم وورنج كاونتي دلوقتي بتتباع في 12 يوم ومن سنه كانت بتتباع في 30 يوم ده معناها ان البيت ما بيقعدش كتير في السوق بينزل في خلال يومين ثلاثه فعلا في خلال يومين ثلاثه بتباع ما بنلحقش فالاوفرز بتبقى كتيره جدا عليه وسريعه قوي ده, ده ليه؟ لان في ديماند ليه بقى الديماند ده جاي من فين؟ جاي من الجراف التالت ده اللي انا هوريه لكم هنا بتاع الاكتف ليستنجز الاكتف ليستنجز معناها عدد البيوت اللي حاليا موجوده في السوق ومعروضه للبيع طب هل نزلت ولا قلت؟ بصوا برضو على الارقام اللي هنا كلها كلها بالماينس كلها بالماينس فكل المحافظات على مستوى محافظات جنوب كاليفورنيا عدد البيوت اللي معروضه للبيع قلت. الديماند عندي عالي جدا والسبلاي قليل. ما هو دايما سوق العقار كده سبلاي وديماند عدد البيوت المعروضه زي ما قلت مش كثيره لكن عندنا ديماند عالي جدا ناس كثيره جدا عايزه تشتري بيوت فالنهارده اللي يقول لي عايز اشتري بيت لازم يبقى جاهز. عشان وقت ما نقدم اوفر نبقى جاهزين على طول بالفلوس وعارفين احنا عايزين ايه وكل حاجه اوكي لو جينا بصينا برضو على ال10 سنين اللي فاتوا اللي بالنسبه للاكتف ليستنجز برضو شايفين شايفين من 10 سنين عدد البيوت اللي كانت موجوده في كل محافظه قد ايه شايفين دلوقتي نزلت قد ايه خلوا بالكم ان كاليفورنيا في اول فيديو ليه سجلته عن اسباب الاستثمار في كاليفورنيا كان في سبع عوامل اساسيه انا ذكرتها من ضمن العوامل دي قلت ان كاليفورنيا عليها ديماند عالي جدا نتيجه للجو وللحاله الاقتصاديه كاليفورنيا يا جماعه خامس اكبر اقتصاد عالمي هي دوله تقريبا لوحديها صحيح غاليه يعني مش هقول لا طبعا في ولايات ارخص منها بالتاكيد الولايات اللي هي في نص سنترال امريكا او في الشرق في حاجات ارخص منها ولكن ده من حسن حظنا على فكره ان كاليفورنيا غاليه لان العقار فيها العقار فيها تقدر تستثمر فيه كويس يعني حتى لو سعره قل شويه يعني سعره متوسط عقار صغير مش كبير بس تقدر انت تستثمر فيه بدليل ان انتوا شفتوا ريفرسايد وشفتوا السيلز برايسز بتاعتها سعر البيت فيها ارتفع بنسبه 20% في سنه واحده طبعا ده رقم مهول يعني فده بالنسبه للاكتف ليستنج لو دينا شفنا الدايز ماركت اللي هي عدد الايام اللي بتتباع فيها البيت بصوا بصوا على عدد الايام من 10 سنين ده جراف ماشي كده على ال 10 سنين طبعا عدد الايام بتقل. آه طيب انا دلوقتي اديت لكم فكره آه عن الاربع محافظات الاساسيه. قبل ما ادخل في حاجه تانية في الموضوع التاني اللي هو بتاع انواع البيوت عايزه بس افقي آه الضوء على ريفر سايد بالذات محافظه ريفر سايد آه نرجع هنا الخريطة عايزة بس أوريكم خريطة كاليفورنيا ريفر سايد كبيرة جدا محافظة كبيرة جدا بتمسك من أول هنا لحد حدودنا مع مع أريزونا فكل دي ريفر سايد أوكي عندنا دي لوس أنجلوس كاونتي الجزئية دي الجزئية دي أورنج كاونتي الجزئية دي سان برنادينو كاونتي وكل ده ريفرسايد كاونتي ادي بس فكره اسرع كمان على ولايه كاليفورنيا كلها احنا دلوقتي في الجنوب كل ده جنوب كاليفورنيا وده هنا في نص كاليفورنيا سنترال نطلع فوق بقى الشمال اللي هو سان هوزيو سان فرانسيسكو ساكرامنتو نوصل لحاد، ريدينج وبعدين حدودنا مع اوريجون عندنا في الشمال في اوريجون وهنا حدودنا مع نيفادا اللي هي فيها لاس فيجاس وبعدين هنا حدودنا مع اريزونا اللي هي فيها فينيكس اوكي آه، وطبعا في الجنوب عندنا حدودنا مع المكسيك اللي هي فيها باها كاليفورنيا آه، باها كاليفورنيا على فكره مكان جميل جدا بالعربيه يعني اللي عايش في صادن كاليفورنيا ممكن ياخد عربيه ويعدي الحدود ويروح على باها كاليفورنيا بيقضي هناك ويك اند جميله جدا وفي مكان هنا جميل قوي اسمه آه، كابو كابو سان لوكاس كابو سان لوكاس ده برده جميل جدا آه، اما بقى مكسيكو ك، كبلد كامله فلازم طبعا تترحب بالطياره alright طيب انا دلوقتي فكره كامله نرجع تاني لما ب... اه في حاجه بالنسبه لريفر سايد لما بنتكلم على البيوت دي اللي هي اسعارها زادت بنسبه في 20% احنا بنتكلم بس على الجزئيه دي بس هي الجزئيه دي بنتكلم عليها ليه؟ طبعا بالم سبرينجز يعني اللي عايش هنا عارف انها مكان لطيف جدا في الشتاء لانها حر فيها يعني جبال ومعروفه جدا مشهوره جدا برضو بال بالبام تريز اللي هي شجر النخل اللي فيها كتير جدا النخيل اللي فيها لكن خلوا بالكم انه بعد كده في ايه؟ جوشوا تري ناشونال بارك اللي هي ايه؟ ما فيش حاجه انت انت عندك الدنيا فاضيه انت ماشي كده ولا حد ما توصل لفينيكس او لحد اريزونا انت عندك الدنيا فاضيه ما فيش اي حاجه. فالبيوت اللي بنتكلم عليها اللي هي زادت بنسبه 20% موجوده في الجزئيه دي كلها. تمام؟ اوكي نرجع تاني بقى لانفوس باركس البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه. دلوقتي بقى هبدا اخصص تعالوا نرجع لسنة وعايزة أوريكم بقى حاجة شوية معلومات كده لطيفة جدا ايه أنا هتكلم على هرجع تاني للسيلز برايس اللي هو سعر ال البيوت وهتكلم على السنجل فاميلي اللي هو قلت على فكرة يا جماعة اللي ما شافش الفيديو ده ايه تقدروا ان انتوا تشوفوه انا هحط اللينك فوق الفيديو ده وبرده تحت في الديسكربشن بوكس شوفوا الفيديو بالكامل بتاع ثلاث انواع مختلفه البيوت عشان تفهموا اللي انا هتكلم فيه ده دلوقتي والاحصائيات الاحصائيات اللي انا هشارككم فيها دي دلوقتي انا غطيت حاجات كتيره جدا في الفيديو اللي فات فمش مش هقولها هنا عشان بس الناس اللي شافوا الفيديو اللي فات ولكن السنجل فاميلي باختصار اللي هو بيت مستقل تماما بيسموه في البلاد العربيه اعتقد ستاند الون ممكن بيكون في 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 عماره الناس بتقول شقه بس هو مش شقه هو مش شقه خالص او ممكن يبقى برضو منفصل زي البيت ولذلك عندنا نوعين من السنجل فاميلي والكوندومينيوم في منهم اتاتش يعني متصل يعني مثلا تلاقي السنجل فاميلي ده بيتين جنب بعض بس فاصل بينهم حيطه يعني انت وجارك فاصل بينكم حيطه آه دي اسمها اتاتش يعني إنتوا الاثنين ماسكين في بعض اتاتش الدي اللي هو منفصل تماما انت عندك الجنينه بتاعتك بالسور بتاعك من الجناب فده كومبليتلي ديتاتش اوكي فالسنجل فاميلي فيه ديتاتش والكوندومينيوم برضو فيهم ديتاتش اوكي الا لو كان في عماره يعني لو كان الكوندومينيوم في عماره خلاص طبعا ده مش ديتاتش طيب عايزين نبص على السنجل فاميلي بوجه عام في معلومه بس عايزه اقول عليها كور لوجيك قالت في بحث ليها في دي من اكبر مواقع الريل ستيت العالميه قالت ان في ديسمبر اللي فات ان نسبه الابريشيشن يعني التزايد في سعر البيوت بالنسبه للسنجل فاميلي زاد بنسبه 7.9 في 9 المع... من 10 سنه ورا سنه بالنسبه للكوندوس سعرها زاد بنسبه 4.5 أربعة 4.5 أربعة من 10 سنه ورا سنه اوكي تعالوا بقى نشوف على جنوب ده على فكره المعلومه دي ناشونالي يعني محليا على جميع ولايات امريكا تعالوا بقى نشوف المعلومه دي وموضوع يعني يعني الارقام بالنسبه لنا احنا ايه بالنسبه بالنسبه لجنوب كاليفورنيا بالذات هل أه عندنا السنجل فاميلي افضل ولا الكوندومينيوم وفي وفي اني كاونتي كمان يعني هل بتختلف من كاونتي للتانيه ولا لا ما خلي بالك دي معلومات مهمه لما انت تيجي تنفست في حاجه تبقى عايز تعرف تبقى في اني كاونتي وايه نوع البيت اللي هتشتريه هنبدا الاول بالسنجل فاميلي هو ده الازرق ده اللي انا عاملاه هو ده السنجل فاميلي طيب اسعار السنجل فاميلي عايزاكم تبصوا عليه هنا بصوا على البرسنتج بصوا على البرسنت اللي عندنا هنا 15% اكتر من 15% اكتر من 21% في ريفرسايد سايد اكتر من 15% في لوس انجلوس واكتر من 12% في اورنج كاونتي اوكي يبقى معنى كده ان السنجل فاميلي أسعاره زادت بالنسب دي، أنا ما حددتش إذا كان اتاتش ولا ديتاتش على فكرة، أنا لسه ما حددتش، أنا بس بقول إن أسعاره بوجه عام زادت في 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 جميع المحافظات، أوكي؟ طيب تعالوا ندخل بقى بالتفصيل نفسر شوية، طب السنجل فاميلي اتاتش يا ترى زاد ولا قل؟ سنجل فاميلي اتاتش زاد بنسبة 12، 20%، 5%، 10%. طب تعالوا بقى نشوف الديتاتش. 11% 20% 16% 14% يبقى ده يقول لك ايه يقول لك ان السنجل فاميلي الديتاتش اللي هو المنفصل الابريشيشن فيه بيبقى اعلى من الاتاتش يعني سعر البيت فيه بيعلى اكتر من البيت اللي متصل اوكي ده بالنسبه للسنجل فاميلي احنا قلنا برضو السنجل فاميلي ممكن يبقى متصل او منفصل فالسنجل فاميلي اللي هو الستاندالون اللي انتوا بتسموه مثلا ستاندالون ده الديتاتش هو ده احسن حاجه ان انت تشتريها، طيب. تعالوا بقى نت... ده طبعا على مستوى الكاونتس كلها، تمام؟ تعالوا بقى نتكلم على الكوندومينيوز وهتفاجئوا بحاجه غريبه جدا. اولا الكوندومينيوز انا مش هحدد هنا اذا كانت ديتاش ولا اتاش، انا بوجه عام هنشوف ان الكوندومينيوز في السنه الاخيره زادت بنسبه 11% 10 او 11 حدوش... تقريبا 10 و9 من 10 تقريبا 11% اكثر من 2% في الي و3% في اورنج كاونتي اوكي تعالوا بقى نفصلها شويه ندخل طبعا مقارنه بالسنجل فاميلي تعالوا بس نقارن الاثنين دول الاول ببعض قبل ما ادخل على حاجه ثانيه مقارنه بالسنجل فاميلي السنجل فاميلي اكتر وجه عام السنجل فاميلي سعره ارتفع اكتر من الكوندو شايفين اوكي فده اللي كان كور لوجيك بيتكلموا عليها صح بس كانوا بيتكلموا ناشن... ناشن يعني اتكلموا بوجه عام على محليا في امريكا كلها ولكن لما دخلنا على جنوب كاليفورنيا بس لقينا فعلا الكلام ده مظبوط في جنوب كاليفورنيا بالذات أه السنجل فاميلي طبعا اكتر من الكوندو والسنجل فاميلي الديتاتش احسن من الاتاتش اوكي؟ طب تعالوا بقى نشوف الكوندومينيوم اللي اتاتش والديتاتشت بصوا بقى المفاجاه المفاجاه ان انت عندك الاتاتش في في سان في 12% طبعا زادت سبعة سايد 11% إلي 7% اورنج كاونتي 5% تمام؟ بصوا بقى الديتاتش الدي زادت في ريفر سايد ب 42% يعني الكوندو اللي هو المنفصل اللي شكله عامل زي البيت آه هو هو بيت بس هو موجود في في كوميونتي في آه ليها خدمات معينه آه بيبقى ليها خدمات كتيره جدا فده اسمه الديتاتش كوندو نسبته زادت ب 42% في سايد، قلت في لوس انجلوس بنسبه 8.7 قلت في سان برناردينو ب 1.6 وزادت في اورنج كاونتي بنسبه 14% يبقى انت لو عايز تشتري كوندو ديتاتش تشتري فين؟ تشتريها يا اما في سايد اما في اورنج كاونتي لكن لو عايز تشتري كوندو اتاتش متصل هتشتريه برضو ممكن ريفر سايد او سان برناردينو سان برناردينو هو اعلى حاجه دلوقتي تمام؟ بس الافضل منهم ايه الاثنين السنجل فاميلي ولو ان في السنه الاخيره احسن حاجه ارتفعت ايه الكوندومينيوم الديتاتش في ريفر سايد اعتقد السبب في ده لما انا بصيت على الارقام دي شخصيا يعني من وجهه نظري انا ك, ك يعني كريل ستيت ايجنت طبعا بنحلل احنا الارقام دي ونبص عليها بنحاول نفهم ليه الارقام دي كده الكوندومينيوم في حاجه مهمه جدا فيها هي مش محببه جدا بالنسبه للناس لان في حاجه اسمها اتش او اي انا القيت عليها الضوء بسرعه في الفيديو بتاع البيوت ال وإيه Home أونر Association Fees يعني رسوم بتدفع لمؤسسة المؤسسة دي هي اللي بتحكم المكان كله بتوفر لك خدمات معينة سواء حمام سباحة ممكن تبقى كورتس للرياضة ممكن يبقى جيم ممكن تبقى ملاعب لعب الأطفال جناين حتى كمان الخضرة اللي موجودة الارصفه اللي موجوده الشوارع آه، كل ده بتاخد الفيز بتاعتك دي الرسوم دي وطبعا بتجهز بيها او بتوظف بيها الخدمات دي اوكي بما ان ريفر سايد اكتر واحده موجوده في الشرق بعيدة عن البحر فنسبه ال او اي فيها هي تقريبا اقل آه مقاطعه او محافظه في الرسوم الشهريه دي طبعا ده تحليلي انا انا التحليل صحيح ولا لا بس اعتقد هو ده السبب الرئيسي ناس كتير ما بتحبش تشتري الكوندو بسبب الـ HOA فيز -E اللي هي الرسوم الشهريه دي لو انت ماجر البيت النهارده انا قلت ان الايجار هتاخد منه هتقتطع منه الرسوم دي وانت هتدفعها للمؤسسه والباقي ليك لو كان مثلا الايجار 2000 والرسوم الشهريه بتاعتك مثلا ب 200 دولار مثلا هتاخد ال 200 وتدفعهم المؤسسه ويتبقى لك انت 1800 تمام طبعا بعد كده هتعمل بقى الضرايب بتاعتك الانكم تاكسز وهتدفع منهم ضرائب العقار برضو اللي ما شافش الفيديو بتاع الضرائب ممكن يتفرج عليه ده موضوع تاني فاعتقد هو ده السبب ان ان اولا هو شكله زي البيت فبيدي الناس احساس ان هم اشتروا بيت باللط بتاعه بكل حاجه مش ما انتش متصل باي حد تاني الحاجه الثانيه الاسوسيشن بتاعتك فيز قليله جدا الرسوم بتاعتك الشهريه قليله فانت لو عايز النهارده تنفست هتنفست فين؟ في ريفر سايد. حاجه بس عايزه تانيه اوضحها ان لو جينا بصينا على نرجع ل 10 سنين عايزه اشوف الكوندمينيوم دي من 10 سنين بصوا اسعارها ارتفعت ازاي انا لسه دلوقتي في السعر اوكي بس في حاجه بقى عايزه اوريها لكم بصوا هنا سعر البيت في يناير 2008 كان 191 ألف ألف سعره النهاردة ب 517 ألف أوكي؟ فعلى مستوى العشر سنين انت على فكرة الأرقام دي ما تتغيرش هي بس الأرقام دي من يناير 2020 ليناير 2021 فمش معنى ان انا غيرت عدد السنين الجراف بتاعي يبقى الارقام دي هتغير لا هي ما تغيرتش الارقام زي ما هي لكنك انت هنا ممكن تشوف الاسعار لما بحط كده الكرسر انت ممكن تشوف الـ 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 الاسعار كده اهوت موجوده عندك فبص على مية سايد كاونتي 191000 ارتفعت في حوالي 12 سنه لكام ل 517 طبعا ده افريج تاني يا جماعه اوكي ف فده كوندومينيوم ديتاتش انت ممكن تعمل كده ممكن اعملها بقى على اي حاجه ممكن نشوف كمان الاتاتش طيب الاتاتش ارتفعت بنسبه قد ايه ما احنا قلنا ده في السنه الاخيره ولكن لو عايزين نقارنها بال 10 سنين هنبص على الطريقه دي اللي احنا شايفين بيها نفس الحكايه بالنسبه للسنجل فاميلي الديتاتش فيرسز الاتاتش ادى الديتاتش اهو والاتاتش هنا اكسكيوز مي الاتاتش والديتاتش هنا او بوكن عام ممكن ناخد الاثنين مع بعض فدي احصائيات كويسه جدا طبعا بالنسبه لل, لل اختلاف ما بين السنجل فاميلي وما بين الكوندومينيوم وتشابر و... يعني اي واحد بالنسبه لك افضل ان انت تشتريه زي ما تاني ما قلنا بوجه عام زي ما احنا شفنا بالارقام ان السنجل فاميلي افضل في ال... في الاستثمار بتاعها كل الناس بتفضل النهارده السنجل فاميلي انها تعيش فيه خصوصا لو كان ديتاتش منفصل ما فيش حاجه متصل بينك وبين جارك عندك الارض بتاعتك تماما وعندك الجنينه وعندك الجراش وعندك كل حاجه بتاعتك. الكوندومينيوم اللي عايز يشتريها النهارده يشتريها ديتاتش في ريفر كاونتي اوكي؟ علشان دي اكتر حاجه واضح انها دلوقتي عليها اقبال شديد. ارجو ان الفيديو ده يكون يعني القى الضوء على حاجات كتيره زي ما قلت يعني اللي عايز يقترح او بيرجح شراء استثمار في بلاد تانية ده اوكي ما فيش مشاكل على فكره خالص استثمار في اي بلد بس لازم يبقى عندك ارقام يعني انا واحده بحب الارقام والحسابات ده بيدي ضوء بيدي بيلقي ضوء وبيديك يعني قدره على اتخاذ القرار ف... فاذا حد عرض عليك ان انت تستثمر في حته لازم تشوف حاجه زي كده لازم توري له قول له وريني ال10 سنين, الأخ... سنين الأخر وريني الجراف بتاعت ال10 سنين الأخر وريني السيلز برايسز أسعار البيوت ارتفعت ولا نزلت السنجل فاملي فيرسز الكوندومينيوم وريني الدايزون ماركت عدد الأيام اللي في السوق وريني الأكتف ليستنجز الليستنجز موجودة النهارده في السوق عشان تبقى عارف أنت الشانسز بتاعتك ايه؟, إيه 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 يعني إيه الفرص بتاعتك في الشراء النهارده زي ما أنتم شايفين أكتف ليستنجز قليلة يعني عندنا عدد البيوت المعروضه للبيع قليله جدا فبالتالي وبتتباع بسرعه قوي ما بنلحقش نحط البيت من هنا بيجي عليه مثلا 10 اوفرز في خلال يومين ثلاثه واحسن اوفر بيتاخد فدي حاجات كلها تاخدها ان كونسدريشن في وجه عين الاعتبار يعني لما تيجي تقرر على شراء بيت واستثماره. ارجو ان الفيديو ده يكون عجبكم والقى ضوء على حاجات كثيره يعني ان شاء الله كده في انتظار تعليقاتكم والحقيقه انا انا يعني في ناس بتعلق تعليقات جميله جدا وبتسالني فيها اسئله كويسه كل ما بسمع تعليقات اكتر واسئله اكتر ده كويس لان انا بيديني يعني فكره عن مواضيع ان انا اسجل فيها فاذا مش عارفه انتوا عايزين تعرفوا ايه انا بسجل من عندي بس يا ريت تقولوا لي ايه الحاجات اللي عايزين القي عليها الضوء بالنسبه للايجار رجاء ما, ما تدخلوش فيه يعني لان انا سجلت حلقه عنه بالذات وقلت انا ممكن اجر بس في جنوب كاليفورنيا وللشخص يكون جاهز 100% لازم يكون مؤهل تماما وأوراقه كلها جاهزه ولازم يكون مقيم وعايش هنا لكن لو حد مش مقيم ومش عايش ما بيشتغلش في الايجارات نهائي لان صعب قوي برضو في فيديو عن كده فممكن انتم تتابعوه بشكركم جدا على متابعه الحلقه دي وان شاء الله اشوفكم في الحلقات الجايه وفي انتظار تعليقاتكم وما تنسوش ان انتم تضغطوا على جرس التفعيل وتضغطوا على السبسكرايب button وجرس التفعيل شكرا باي باي